هاي بيب، سافا؟ هاي كارليتو. انا بكره عندي موعد مع حكيم. انت اذا فيك تاخذ كارا هيك تمضي شويه وقت معها لتكلي عليك تضهر قدري. اكيد دي ما بحياتي مغير لها. فواتير اذا بك بتحط لها شانتال جويا. وي قعدوا معهم، تسلوا معهم، لعبوا معهم، الوقت بيقطع بسرعة، الولد بيكبر كثير بسرعة، وأهم شيء أنتوا تكونوا حدهم لأنه الولد مثل ما بحاجة لأمه بحاجة لبيه. ينعاد عليكم.